جميلة الجميلات مديحة كامل، ابنة مدينة الإسكندرية، ولدت بها أغسطس 1948، أتمت بها التعليم الابتدائي والثانوي، تزوجت وهي عمرها 16 عام من محمود الرئيس والد ابنتها مرهان. سافرت الأسرة إلى القاهرة بحثا عن النجومية 1962. 1965 أتمت تعليمها الجامعي كلية الأداب جامعة عين شمس. 1964 اكتشفها المخرج أحمد ضياء الدين وقدمها في فيلم اسمه فتاة شاذة 1964. 1966 30 يوم في السجن مع أبو بكر عزت وفريد فريد شوقي كان نقطة انطلاق إلى عالم النجومية. أشهر أفلامها طبعا الصعود إلى الهوية والعفاريت. و 1975 أصيبت بأولى جلطاتها، 1985 بمرض الروماتويد، 1993 رأت رؤيا أن رجلا صالحا أعطاها ثوبا أبيض فضفاض وقال لها آن الأوان، اعتبرتها إيذانا بالاعتزال، فعلا اعتزلت. وكانت تقوم بتمثيل فيلم بوابة إبليس، اعتذرت عن استكماله وانقطعت عن عالم الأضواء تماما. 1997 وعمرها 48 فقط كانت تقيم لدى ابنتها مرهان وحفيدها يوسف وزوجها، توفت وصعدت روحها إلى بارئها في إحدى ليالي رمضان. رحمة الله على المبدعة مديحة كامل، وأسعد الله أوقاتكم.